مشاهدينا هتكون حلقتنا النهاردة مع الكاتب الصحفي والفنان التشكيلي عبد الحليم طه، نائب أول رئيس تحرير جريدة المساء. أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. بقى مصر ادت لك ايه وانت عايز تدي ايه لمصر؟ مصر ادتني كل حاجة، ومهما عملت مش هقدر ان انا ارد لها جزء من جمايلها عليا وعليك وعلى المصريين كلهم. مصر حضنتنا وادتنا كل حاجة. انا اتعلمت في مصر، كبرت في مصر، وبنتمي لمصر، وبحب مصر، وان لم اكن مصريا لوددت أن أكون مصري. حلوة دي. تلات سنين زي ما احنا عارفين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا، كان ايه يعني أصعب اللحظات اللي مرت عليك؟ أصعب اللحظات اللي مرت عليا إن أنا صعب عليا قوي حالنا في الانقسام اللي عمله الرئيس الأخ مرسي، في انقسام حاد بين المصريين، انقسام في الأسرة، انقسام في كل مكان، بقى في انقسام. هو ده اللي احنا عايزين نذوبه ان شاء الله، باذن الله تعالى ان شاء الله. شايف ايه المطلوب من المصريين في الفتره القادمه علشان مصر تكون دوله او احدى الدول المتقدمه عالميا؟ عايزين الناس تعمل، عايزين الناس كلها تشتغل، وكفايه بقى تهليل، وكفايه مظاهرات، وكفايه اللي بيحصل دهوت. عايزين مصر ترجع تبقى جميلة، وتبقى زي ما قلت كده، هو تبقى أم الدنيا إن شاء الله بالعمل إن شاء الله. في الفترة الجاية إزاي نقدر فيها نحافظ على فنانينا ومبدعينا ومثقفين مصر؟ يعني ندي الفرصة للجميع، يعني نفتح المجال لكل ما هو مبدع، الصغير والكبير، وكفاية. شايفه عن طريق ايه؟ نفتح الطريق ازاي؟ يعني كل موهبة استغلها واستفيد منها وانميها، والصغيرين انمي مواهبهم. هنبقى كويسين قوي. الفن من غير الفن ما ينفعش. الفن ده مرآة المجتمع. في فن جيد هيبقى فيه اقتصاد جيد، هيبقى فيه كل حاجة كويسة في مصر ان شاء الله بالفن. لو جينا نتكلم عن الفن، ايه الدور اللي ممكن يلعبه في بناء مصر الجديدة؟ الفن ليه دور خطير جدا. يعني الأغنية بتأثر في البني آدم أكتر من أي مقال سياسي، الكاريكاتير بيأثر أكتر من أي مقال سياسي، الفن عموما. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده إن الفن ده مرآة المجتمع. في فن جيد، في كل حاجة جيدة في جميع مناحي الحياة. طب ايه رايك في الدراما اليومين دول؟ شايفها بتعكس صوره حقيقيه للمجتمع؟ الدراما مش عارف، انا ليه تحفظ كبير قوي على الدراما. الدراما بتصور ان مصر كلها بقت بلطجيه وكلها سنج، وان يعني في دراما كتير جدا ما يصحش ابدا انها تدخل البيوت، لانها بتعمق فكره العنف. الطفل الصغير لما يتفرج على حاجه زي كده خلاص هيتشبع بده. ده اللي عايز اقوله لحضرتك. مشاهدينا احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا تاني مع استاذ عبد الحليم طه. انا لما حبيتك خطر على بالي اللي جراني واللي راح يجرالي. انا لما حبيتك خطر على بالي اللي
رجعنا لكم مرة تانية وعايزينك تكلمنا عن مشاريعك الفنية اللي قدمتها حبا في مصر. شوف هقول لك حاجة، يعني أنا يمكن قعدت أكتر من 30 سنة ما خطش خط وما رسمش حاجة، يعني كان شغلي في الصحافة كان واخد وقتي كله. في 25 يناير 2011 أنا حسيت إن أنا رجعت شباب تاني، رجعت بقيت قدك أو يمكن أصغر منك كمان. أنا عملت من 25 يناير 2011 26 معرض، يعني جبت مصر كلها. أول معرض بعد 25 يناير ده كان أول معرض ليك؟ أول معرض ليا بعد 35 سنة. قعدت ما عملش معرض من أيام ما كنت عيل صغير. على لسان المصري أفندي بيحكي حكايته، حكايته وحكايتك زي ما بقول لحضرتك وحكاية كل مصري بيحب مصر. اسمحي لي أقول بالكتالوج بتاع طبعاً. المعرض اتفضل. المصري أفندي راجل بسيط فاهم سياسة، ما هواش عبيط، صابر وصبره طول وطال، بيربي قرطة كوم العيال، عياله كبرت عايزين وظيفة لقمة نظيفة، طلعت عياله ويا العيال وقالوا صار. دي الشرارة الأولى من ده، إحساس المصري أفندي بعياله وطلع معاهم. اللوحة اللي بعدها المصري أفندي شارك عياله طلع معاهم ومكتوباله، كان الميدان ميدان معارك راح فيها ياما، واليوم كأنه يوم القيامة، وعياله ناشفة رضعين شهامة، وقصاد عنادهم سقط النظام وبخبته سلم والرب سلم والجيش حماهم والغرب علم على أنقى ثورة، ثورة 25 يناير، وبتتتابع اللوحات. المصري أفندي ساعتها قال برافو يلي رافعين تملي راسنا لفوق، والدنيا شورت علينا قالت طوابير وقفتوا تختاروا ريس، ومدان يروق والناس تفوق، والاشياء تبقى معدن ونبقى رافعين رافعين رايات بلدنا فوق، ومصر تفرح باحلى صورة باحلى صورة. اللوحة اللي بعدها المصري أفندي ضرب سلام من غير كلام، وخد شهيق ان شفيق، وناس ولوا وجيشنا سلم بلدنا لينا، وان السفينة بقالها ريس قال يلا بينا نبني نعمر، يا حلو شمر اضرب بفاسك والصحراء خضر عشان نعوض كل اللي فات. المصري أفندي استنى يجني ثمرة شقانة، شاف الانقسام ويا انفلات، دقون بتذبح تخطف بنات. المصري أفندي استنى ياخده بطار عياله، ملقاش يا صاحبي غير وقف حال. مش ده اللي حصل؟ اللوحة اللي بعدها بقى أنا استرسل بس اللوحات بتاعت 25 يناير. المصري أفندي وقف يسجل، لقى طوارئ عشان بلدنا وعيون بلدنا، قالوا وقالوا عايزين نحقق استقرار في دولة وتبقى آمن. يا عم آمن ازاي نصدق، ازاي يا بيه، والعيشة نار أسعار تولع، أما الجنيه بقى حاله خايب غير أن يا صاحبي ويا الدولار، ومفيش سولار والكل بق عمال يبق. حلو قوي، وطبعا ده لسان الشعب المصري كله، وفعلا ده حال الشعب المصري كله. مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا معاكم مرة تانية. عمري ما قلت ازاي وليه
على عمري أستاذ عبد الحليم. بتحب تسمع مين من المطربين؟ الحقيقة أنا بعشق الست أم كلثوم. أنا بعشق أم كلثوم في قصايدها في أغانيها الأسطورة. أم كلثوم الأسطورة اللي أعتقد أنها لن تتكرر، هذه الظاهرة لن تتكرر. كتبت عنها حاجة؟ أنا عامل عنها لوحة أسمعها لحضرتك. أقول ذكريات يا ست، كل ليلة وعيلة ليلة تتجمع، أنا والوادي الكبير وأمهم والبيت، ومعانا جدهم وستهم وعيال الجيران وأبوهم وأمهم. ذكريات يا ست. أول خميس في عز الشتاء، نبات سهارة متدفيين بصوت الست، حوالين الراديو الكبير الخشب، ونطفي النور وننور مسامعنا بصوت الست، وصوت العرب يجلجل فينا يخلينا نقول الآه ويا أهات السيد. لما تتسلطن بنتسلطن معاها، وتتسلطن كل العرب، نتواصل ونتوحد نقول الله يا سيد. لا كان أيامها تلفزيون ولا بلاك بيري، ولا كان فيه نت، ما ننامش لغايه الجمعه نصليها ونستنى امال فهمي على الناصيه او على القهوه نسمع اغاني الست. زمن الفن الجميل، كانت مصر منوره برامي وناجي والتونسي وجميل مرسي جميل عزيز، وفرحانة بالصنباطي والأصابجي وزكريا والموجي وعبد الوهاب والطويل. الله يرحم الأصالة والمغنى والكلام اللي له معنى وتعيش فينا يا ست. الله حلو. الله عليك. حلو قوي. الله عليك. طبعا الكلام ده الاجيال الجديده ما تعرفوش. لا مش كلهم. انت ما تعرفوش، انت كنتش لسه اتولدتي. ايه بس عايشين على فن الزمن الجميل. الله على زمن الفن الجميل. حبي هو الود والحنيه، عمره ما كان غيره وجنون ولا
على الطرب بتاع اليومين دول؟ هو طبعا يعني او على الاغاني، بلاش على الطرب. كل وقت وليه يعني مزاجه وليه حاجه جديده، والتجديد حلو وجميل وكل حاجه، بس يعني انا ما بيعجبنيش ابدا الرعي الكتير والخبط الكتير يعني احنا لينا هويتنا المصريه في الاغاني. فين ايام سيد درويش؟ فين اغاني سيد درويش اللي كانت بتحس على الجهاد وبتحس على الانتماء وبتحس على الغنى لكل الدنيا، غنى لكل المصريين، غنى لغاية الحشاشين، غنى للسكارة، غنى للكل. ده دور الفن اللي يحس بالناس كلها. اللي بيحصل دلوقتي مفيش حاجة، كل حاجة عن الحب. ما ينفعش الأغنية والكلام ده كله عن الحب، لا، لازم تدي لمصر حاجة. هو الأغاني طبعا اللي طلعت جديدة ديت حلوة وجميلة يعني، بس ده كل ده. ايه اخر كلام لعبد الحليم طه؟ اخر كلام بقى انا يعني بوجهه للرئيس اللي ان شاء الله كلنا بنأمل الخير على ايديه، ان شاء الله ان احنا نشتغل معاه ونبني، مش لوحده، كلنا طبعا، كلنا نحط ايدينا في ايديه وان شاء الله مصر هتبقى زي الفل ان شاء الله. في اللوحة ديت أنا عاملها في المعرض برضو، وأقول آخر كلام بعد السلام عن النبي المختار، كان الاختيار من شعب مصر وبصوته سجل خد القرار استقرار لدولة. كفاية يا ابني 3 سنين عشناها نار دم ودمار، فرزنا كويس واخترنا ريس ملاح وحابب تراب بلدنا، فارس بيحلم ونحلم معاه نشوف عروستنا الجميلة محروسة بيا وبيك، ونفتح الشبابيك كفاية ضلمة خلاص دعوة لكل الناس. المعرض ده على لسان المصرف عندي، فحبيت ان انا اخر لوحة هتبقى ديت في المعرض وعلى لسان المصرف عندي برضه. المصرف عندي بيحبها غرقان لشوشته في حبها، بيقول لمين بيحبها يلا يا صاحبي ايدي في ايدك، لا تقول سيدي ولا اقول سيدك، يلا بنا نبنيها نزرع أراضيها بينا نخليها، رايتها مرفوعة كلمتها مسموعة وخيرها لينا كلنا. بشكر حضرتك أستاذ عبد الحليم طه نائب أول رئيس تحرير المسا، وبشكركم مشاهدينا، رب تكون الحلقة عجبتكم، استنونا وحلقة جديدة من مصر من تاني. بشرة خير لكل المصريين. دلوقتي تقدر تهدي أغنية الفنان حسين الجسمي بشرة خير لكل أصحابك وحبايبك، أو كمان تخليها رنة موبايلك.